مرحبا بكم أبنائي الأعزاء. سنخصص هذه الحصة للتعرف على الامتحان الجهوي الموحد للسنة الإشهادية الثالثة إعدادي، ولذلك أطلب منكم أن تعيرونني اهتمامكم للتعرف على الخطوات الممنهجة بالنسبة لهذا الامتحان. أولا، يجب أن نعرف أن بناء الامتحان الجهوي الموحد ينبني على 3 مجالات معرفية تمتحنون فيها في مادة اللغة العربية بطبيعة الحال، باعتبارها مادة تفاعل في مكوناتها التواصلية والمنهجية والثقافية، مما يساعد في تكوين شخصيتكم وتنمية معارفكم واختبار قدراتكم الفكرية في التحصيل. وهذه المجالات الثلاث هي: مجال القراءة كما تعلمون، مجال الدرس اللغوي، ومجال التعبير والإنشاء. إذن سنقوم الآن بالتعرف على هذه الخطوات المنهجية المتعلقة بوضع الامتحان الجهوي من خلال الإطار المرجعي لوضع الامتحانات، وسنأخذ كنموذج الامتحان الجهوي الموحد لسنة 2018. أولا، من الناحية النظرية، انتبهوا معي، الامتحان الموحد يتكون من ورقة مزدوجة. في الصفحة الأولى يوجد في أعلاها مجال تعريفكم، أي ستكتب الاسم الشخصي والعائلي، تاريخ ومكان الازدياد، ورقم الامتحان فقط. وأوصيكم هنا دائما بأول شيء تبتدئون به في الامتحان الموحد هو ملء هذه الفراغات المتعلقة بإثبات هويتكم. لا شيء، كون أن ملء هذا الفراغ هو في حد ذاته استعداد نفسي للامتحان الموحد، واضح؟ وسنجد في الصفحة الأولى كذلك نص الانطلاق. نص الانطلاق مديل بمجموعة من الأسئلة كما قلت بعد قليل، التي تنقسم إلى 3 مجالات. أولا، مجال القراءة، ويتكون من 8 أسئلة سنتعرف عنها بعد قليل من خلال توضيح ذلك في السبورة. ثم ثانيا، مجال الدرس اللغوي، ويتكون من 5 أسئلة. وأخيرا، المجال الثالث، وهو مجال التعبير والإنشاء، وسنتحدث عنه في حينه. وثانيا، من حيث الموضوع، فيتم الانطلاق من خلال نص مديل من مجموعة من الأسئلة حسب المطلوب، والآن نتبع الخطوات التالية كما هي في السبورة من خلال هذا الامتحان الموحد الذي سبق أن أدرج في سنة 2018. أولا، أوصيكم بقراءة النص قراءة فاحصة ومتأنية ومتعددة. الزمن يكفينا لنهاية الامتحان بأكمله، لا داعي لكي تتصارع مع الزمن، خذ زمنك، فإن واضعي الامتحان الموحد دارسين ومدركين لأهمية الزمن، وبالتالي فالزمن موفور وموجود بالنسبة لدراسة النص حتى يفهم فهما تاما. بعد ذلك أنتقل إلى مجال الأسئلة. نلاحظ أول سؤال سيطلب منا هو أن نحدد مجال النص بوضع علامة الضرب في المربع المناسب. والمجالات التي ندرسها بطبيعة الحال في الأسدس الثاني من السنة الثالثة إعدادي هي 3 مجالات: مجال فني ثقافي، مجال اجتماعي اقتصادي، ومجال سكاني. النص المطروح في هذه السنة كان مجاله مجالا اجتماعيا واقتصاديا. بعد ذلك حينما أحدد المجال بعد قراءتي للنص أنتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ حدد العلاقة بين مضمون الفقرة الثانية وعنوان النص، وذلك بوضع علامة إكس في أمام الجواب الصحيح. أشير هنا على أنه لا تأخذوا هذه الأسئلة بكونها أن هي الأساس التي سنتعامل معها، فإن قلت حدد العلاقة بين مضمون الفقرة الثانية فربما في الامتحان المقبل حدد العلاقة بين الفقرة الأخيرة أو الفقرة الأولى من النص، وهكذا دواليك.
بمعنى أن الأسئلة التالية هي أسئلة توضيحية للأسئلة التي ستصادفنا في المستقبل بحول الله. إذن النص لو قمتم بقراءته ولو كان عندكم على سبيل المثال نموذج أو لو توفر عليكم نموذج ستجدون على أن علاقته بالعنوان هي علاقة تفسير وتوضيح. أشير حينما أقول علاقة تفسير وتوضيح فإن الفقرة الثانية تفسر لنا العنوان، والعنوان بطبيعة الحال كان حياة للغير، أي أن الشخصية الرئيسية كسر حياتها أو حددت حياتها لأجل مساعدة الغير، أو كرست حياتها عفوا لمساعدة الغير. يمكن أن تكون علاقة الفقرة علاقة تضاد على سبيل المثال حسب المعنى المطروح في النص، أو أن تكون علاقة سببية. لماذا عنونا هذا النص؟ عنوناه بالتالي لأسباب تالية، بالتالي ستكون علاقة سببية. إذن اختيار واحد من هذه الإجابات تحدده معنى الفقرة. بعد ذلك السؤال الثالث سيطلب منا أن نشرح كلمتين، والشرح دائما كما تعلمون فتتعدد أنواعه، إما أن يكون بالمرادف أو أن يكون بالضد. فالمطلوب في هذا الامتحان طلب منكم أن تشرحوا، أو طلب من إخوانكم السابقين أن يشرحوا كلمة وهبه. وهبه طبيعة الحال معناها واضح مما لا شك فيه أن جلكم قد أجبتم عن هذه الكلمة بمعنى منحه وأعطاه. ثم ساعدة ماذا طلب منا؟ أن نشرحها بأي شيء؟ بالضد. بطبيعة الحال السعادة ضدها الشقاء أو التعاسة أو ما معنى هذه الكلمات. أود أن أشير حينما يطلب منكم شرح الكلمة بالمرادف يجب أن تنتبهوا جيدا. حينما نقول شرح الكلمة بالمرادف بمعنى أن تشرح بكلمة واحدة وليس بجملة، لأنه لو أردنا الشرح أن يكون بجملة لكتبنا وهب ووضعنا نقطتين، وبالتالي يصح أن تجيب بجملة أو أن تجيب بأي طريقة تقرب الكلمة من المعنى. بعد ذلك ستنتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع ماذا يقول؟ حدد انطلاقا من النص القضية التي ضحى عبد الرحمن من أجلها. والقضية التي ضحى عبد الرحمن من أجلها هي إسعاد أسرته بعد وفاة والده. بعد وفاة والده، واضح؟ إذن الجواب الذي كتبته لا يعني أنه هو الجواب النمطي الذي يجب أن يكتب في حد ذاته، بل كل أجوبة مقبولة التي تكون في معنى الجواب التالي. المهم أن تبين على أن عبد الرحمن يساعد أسرته في لحمل مشاق الأسرة إلى غير ذلك. السؤال الخامس، استخرج من النص أربعة ألفاظ أو عبارات تدل على المجال الذي ينتمي إليه النص. بعد قليل قمنا بتحديد مجال النص، وقلنا على أنه اجتماعي واقتصادي. لتبرير ذلك تطلب منكم استخراج بعض الكلمات أو بعض الجمل الدالة على نوعية النص أو المجال الذي ينتمي إليه. فمن بين الكلمات التي ينتمي إليها مجال النص عندنا على سبيل المثال الوالد المتوفى، عندنا كلمة أسرة، وعندنا أبناء، ثم معاش. النص غني بهذه الكلمات، بائس على سبيل المثال كذلك، أرملة، واضح، الطفولة، إلى غير ذلك من الكلمات التي تؤدي إلى المجال الذي يتحدث عنه النص. حينما
أنتهي من السؤال الخامس، أنتقل طبيعة الحال إلى السؤال السادس. ماذا طلب مني؟ أرصد من النص صفتين نفسية واجتماعية للشخصية الرئيسية. هنا يجب أن أحدد وأن أفرق بين الصفات النفسية والاجتماعية. فالصفات النفسية التي يتمتع بها عبد الرحمن وكونه صبور، يضحي من أجل الآخرين، قلبه كبير، إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على نفسية الشخصية الرئيسية في النص. أما الصفة الاجتماعية فلها علاقة بطبيعة الحال بالمجال الذي يقوم به، له وظيفة بائسة، أعزب بمعنى غير متزوج، سخر حياته فقط لتحمل مشاق أسرته، يتحمل مشاق الأسرة. بعد ذلك أنتقل إلى السؤال الموالي، وهو أن أبرز القيمة المهيمنة في النص. ماذا نقصد بالقيمة المهيمنة في النص؟ القيمة المهيمنة في النص هي القيم الأخلاقية أو الحقوقية أو التربوية حسب المعنى الذي يقدمه النص. فأحاول أن أصل إلى هذه القيمة، لأن هذه القيمة هي التي ستكون عبرة، وهي التي سأخذها وأعمل بها في تكوين شخصيتي. وهذه القيمة بالنسبة اليوم كما تلاحظون، ما دام أننا تحدثنا عن الشقاء، عن البؤس، عن التضحية، عن إسعاد الأسرة، واضح جدا على أن عبد الرحمن ما دام أنه سخر حياته لإسعاد أسرته بعد وفاة والده، إذن طبيعة الحال وحينما يسخر الإنسان حياته لإسعاد الآخر، ما هي الصفة التي تكون؟ إذن فالصفة حينئذ هي صفة الإيثار، وهي تفضيل الغير عن النفس أو التضحية، واضح، من أجل الآخر، إلى غير ذلك من القيم الأخلاقية التي يمكن أن نتحدث عنها، إضافة إلى ذلك الحفاظ على الأسرة. ورد في النص عندنا قولة، ورد في النص لأنها طويلة لم يسعني المجال لكي أكتبها، وهذه القولة: وأوصى نفسه بالصبر لكن أثبتت الأيام أن إخوته أقل صبرا وأكثر اهتماما بأنفسهم منه. هذه هي القولة. سؤال مطروح: ناقش الموقفين مبديا رأيك الشخصي فيهما، وذلك في حدود ثلاثة أسطر. انتبهوا معي أبنائي الأعزاء لهذا السؤال جيدا. الغرض منه كأساس هو إبداء الرأي الشخصي أنت في الموضوع. وحينما أقول أنت في الموضوع بمعنى شخصيتك، كيف تشاهد هذا المشهد، كيف عشت مع الحدث الذي يعيشه عبد الرحمن. كذلك أضع سطرين على الطلب التالي، وذلك في حدود ثلاثة أسطر. وحينما أقول ثلاثة أسطر، فاحترام المطلوب واجب، بمعنى أن جوابك يجب أن لا يتعدى ثلاثة أسطر، وأن لا يقل على ثلاثة أسطر. أن تكتب سطرا فالجواب ناقص، سطر ونصف فالجواب ناقص، سطرين لا بأس، سطرين ونصف فذاك طيب ومحمود، لأن النقطة يعتمد فيها على احترام المطلوب. أين أنت من الحدث؟ زيادة على ذلك، وهو ثلاثة أسطر لنتعرف بطبيعة الحال على تعبيرك وعلى استطاعتك وعلى عيشك في الموقف. هذا ما يتعلق بالنسبة لمجال القراءة. بالنسبة للتنقيط، فبالنسبة لمجال النص نقطته نصف، السؤال الثاني نقطته نصف كذلك،
بالنسبة للسؤال الثالث فعنده نقطة واحدة، واضح؟ السؤال الرابع نقطة واحدة، السؤال الخامس نقطة واحدة، والسؤال السادس نقطة واحدة، السؤال السابع نقطة واحدة، والسؤال الثامن والأخير نقطتان. لماذا نقطتان؟ لأنني كما قلت بعد قليل يراعى فيها رأيك الشخصي واحترامك للمطلوب. إذن هذا ما يتعلق بالنسبة لأسئلة المجال القراءة. وأحبذ دائما أبنائي الأعزاء أنه قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة أن تقوموا بقراءة جميع الأسئلة قبل بداية الجواب. لا لشيء، لأن قراءة الأسئلة بأكملها تساعدك بطريقة أو أخرى على إدراك معنى النص، لأن طبيعة الأسئلة حينما تسأل عن شيء معين فإنه بطريقة أو أخرى يرمز لك إلى المعنى المطروح في النص أو المراد في النص. سننتقل حينئذ إلى مجال الدرس اللغوي. مجال الدرس اللغوي أي ما يتعلق بالدروس المتعلقة بفقه اللغة، وسنحددها بعد قليل حينما نعود إلى مرجعية وضع الامتحانات. سيطلب منا كسؤال أول أشكل ما تحته خط في النص شكلا تاما. انتبهوا معي حفاظا على أن لا تضيع نقطكم، فإن البعض بمجرد ما أن يقرأ أشكل ما تحته خط في النص شكلا تاما يقوم بشكل الكلمات في النص رغم أنها مكتوبة أمام السؤال. لذلك أفضل والأرجح، لأن بعض الأحيان قد ينسى المصحح أو بحكم السرعة أو شيء من هذا القبيل، بما أنك يشاهد الكلمات غير مشكولة وأنت قمت بشكلها في النص فيظن أنك لم تقم بشكلها فيتخطى السؤال التالي إلى هذا، أتحدث عن المصحح فينتقل إلى السؤال الموالي. لذلك أركز جيدا، حتى وإن قمت بشكل الكلمات في النص وجب أن تشكل الكلمات أمام السؤال. فالكلمة الأولى مواهب، أصعبها النفس وأعظم. تلاحظون أنني أشكل الكلمات فقط، أنه بإمكاني إذا ما كان توفر لأحدكم امتحان موحد، لأن أساتذتكم طبيعة الحال يطبعون النماذج الامتحانات السابقة ويوزعها لكم، فستعودون إلى هذه الكلمات وستتأكدون من شكلها من تلقاء أنفسكم. التعامل مع الدروس اللغوية، طلب منا ثانيا استخرج من النص. الامتحان التالي فيه استخرج من النص، وقد تتعدد أنواع الأسئلة، أجرد من النص أو أرصد في النص، واضح؟ فلا يعني أنني حينما كتبت هنا استخرج من النص بمعنى أنها هي الكلمة الأساس، بل تتغير بحسب طبيعة الامتحان وبحسب طبيعة واضع الامتحان. فاستخرج وأرصد وبين وأجرد كلها لها معنى واحد، هو أنها توصلنا إلى الجواب المراد. طلب منا أن نستخرج أسلوب تعجب. النص فيه أسلوبين ونحن سنستخرج أسلوبا واحدا، أسلوب تعجب. اللغة العربية، هنا بعض الأحيان تتساءلون كم من أسلوب سنستخرج. لاحظوا معي، أسلوب تعجب أسلوب مفرد، لأنه لو طلب منكم أن تستخرجوا أسلوبين أو ثلاثة أساليب سوف لن نكتب أسلوب تعجب. اللغة العربية بها المفرد والمثنى والجمع، يجب أن تحدد فقط طبيعة الكلمة ومعناها من حيث العدد. أسلوب تعجب تعني جملة واحدة، أسلوب مدح تعني جملة واحدة، حتى ولو تعددت الأجوبة في النص. مثل ما أقصى تلك الأيام،
ثم عندنا أسلوب آخر ما أصعبها. جواب واحد من هذين البنيتين جواب صحيح. أسلوب مدح نعمة الفضيلة إسعاد الآخرين. سأحاول شيئا ما أبنائي الأعزاء أن أتسرع شيئا ما نظرا لضيق الزمن. السؤال الثالث، ماذا طلب منا؟ ركب كلمة مواهب في جملة مفيدة بحيث تكون غير ممنوعة من الصرف، مما يعني أننا هنا الآن في درس ممنوع من الصرف. بعض الكلمات تكون ممنوعة من الصرف، ولكن أحيانا قد لا تبقى ممنوعة من الصرف، ويكون ذلك في حالتين، بمعنى أن هذه الكلمة إما أن تأتي بها في الجملة معرفة بأل، أو أن تأتي بها معرفة بالإضافة. فإن أجبت بذلك سيكون جوابك صحيح، بمعنى أن العملية بسيطة، أن تأتي إلى كلمة مواهب وتضيف إليها أل ثم تجعلها في جملة مفيدة، كأن نقول أستمتع بالمواهب الجميلة إلى غير ذلك من الكلمات، أو مواهب الأطفال عديدة ومتعددة. إذا تلاحظون أن الكلمة أخرجتها من كونها ممنوعة من الصرف إلى كلمة غير ممنوعة من الصرف بشيئين اثنين بسيطين، إدخال أل أو إضافتها، والأسهل بكل بساطة إدخال أل على الكلمة. إملاء الجدول الآتي بما يناسب. هنا درس الإضافة، ماذا طلب مني؟ المضاف، المضاف إليه، فائدة الإضافة، دخل في طور الرجولة بطريقة أخرى، لأن أحيانا درس الإضافة فيه شيئا من فيه شيء عفوا من الصعوبة، ولكن إذا ما حددت أنواع الكلمة ونوع الكلمة ثلاثة، فعل واسم وحرف، سأجد أنني أجيب دون أي إشكال يطرح في الجملة التالية. فدخل كما تلاحظون فعل وفي حرف جر، وأنا أعلن على أن المضاف والمضاف إليه هما اسمين، مما يعني أن كم بقي عندي من الكلمات في الجملة؟ كلمتين اثنين. إذا الطور ستكون هي المضاف، والرجولة هي المضاف إليه، لأن الكلمة الأولى كما قلت فعل، والكلمة الثانية حرف، والفعل لا يصح أن يكون مضافا نهائيا في اللغة العربية، وفي كذلك لا تصح أن تكون مضافا نهائيا في اللغة العربية، لأن دورها أنها تجر الاسم بعدها. وفائدة الإضافة هنا هي التعريف، عرفنا على أن عبد الرحمن قد دخل في طور الرجولة. وانتبهوا جيدا هنا، فائدة الإضافة ليست هي فائدة الإضافة ليست هي تعريف الإضافة. فالإضافة نوعان، لفظية أو معنوية. واللفظية هي ما أريد بها التخفيف بحذف النون، سواء المثنى أو من جمع المذكر السالم. والإضافة المعنوية هي ما أريد بها التعريف أو التخصيص. إذن تلك الإرادة، الإفادة التي تفيدها الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية هي المطلوب. أخيرا يطلب منا إعراب ما تحته خط في الجملة الثانية، فنعم الفضيلة إسعاد الآخرين. واضح هنا على أننا في أسلوب المدح والدم. إذن نعم الفضيلة، الفضيلة واضح، أسلوب المدح والدم يتكون من ثلاثة عناصر، فعل وفاعل ومخصوص، بمعنى أن نعم الفعل، إذن أمامي عندي الفاعل، إذن فضيلة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، إسعاد مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إذن هذا ما يتعلق بالنسبة، ثم عندنا مجال الإنشاء والتعبير. بالنسبة لمجال الإنشاء والتعبير وهو المجال الأخير، مرت أسرتك بحدث هام جدا ترك أثرا بالغا في نفسك، احكي عن ذلك الحدث موظفا ما اكتسبته في مهارة كتابة سيرة ذاتية. إذن واضح على أن النص يحيلنا مباشرة على مهارة كتابة السيرة الذاتية التي يجب أن تتبع خطواتها من خلال هنا. قد ديلوا لكم الموضوع بمجموعة من الأسئلة لكي نلتزم بها حتى لا نزيغ عن كتابتنا. أن نلتزم بالمطلوب وتوظيف المهارة،
توظيف تقنية المهارة وهي الحكي، استعمال الزمن الماضي أثناء الحكي، التسلسل الزمني أثناء الحكي، والترابط الأحداث فيما بينها، موظفاً طبيعة الحال لغة سليمة محترماً علامة الترقيم. وحينما نقول علامة الترقيم فإننا نقصد بذلك النقطة والفواصل، واضح، والفاصلة المنقوطة والنقطتين حسب تعبيرك. إذن إلى هنا أختتم درس اليوم وأقول أتمنى منكم جميعا أن ترفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن نعود سالمين غانمين إلى أقسامنا بحول الله. وشكرا لكم وإلى اللقاء.